كنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه بعد قوله لآيات لأولي الألباب ليبين لنا أصحاب العقول الحقيقية التي لا تنشغل بالنعمة عن المنعم بالنعمة، لأن لله إمدادا حين خلق من عدم، وإمدادا حين أمد من عضو، وإمدادا آخر حينما يلقي على نعمته شيئا من البركة. فالذي أخذ نعمة الله التي سبقت وجوده وبعد ذلك غفل عن الحق سبحانه وتعالى تعطيه، ولكنها لا تعطيه البركة. ومعنى البركة أن يكون الشيء المستنبط الناتج من حركتك لا يتأتى منه لك ولا للناس إلا الخير. قد يعطيك بالأسباب والمسببات، ولكنه لا يعطيك بركة الله، لأنك أخذت النعمة وتركت المنعم. فلو أنك عند كل شيء ذكرت حين ترى شيئا لك تحبه قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنه ليس من شغلي وليس من عملي، إنما هي مشيئة الله وقوة الله. ولذلك يقول أنك إذا رأيت أن أي نعمة لك في مال أو ولد أو خلقة أو هندام، ثم تقول حين تراها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا ترى فيها سوءا أبدا، لأنك رددتها إلى من خلقها، فضمنت بذلك الرد صيانتها، الغفرة بتاعتها ايه؟ ما شاء الله لا ايه؟ ولذلك ترى في قصة الكهف، سورة الكهف، واضرب لهم مثلا ايه؟ الرجلين جعلنا لأحدهما إلى آخره، وبعدين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي ايه؟ قال له يا شيخ انت جرلك ايه؟ انت كفرت بالذي خلقك، لولا اذ دخلت جنتك وسررت منها قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. يبقى كان يجب ان ايه؟ ما تغترش بوجود النعمة وتعزوها الى المنعم. حين تعزوها الى المنعم يبقى ده هذا هو معنى ولئن شكرتم لازيدنكم. فقد تعطيكم الاسباب مسبباتها، ولكن لا زيادة على المسببات بالبركة، بل ربما كانت فجيعة لك يعطيك حتى تتأثر بها وتتأثر ثم يأخذها منك فتكون ايه؟ فتكون حسرة عليك. اذا اولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا، لانك حق وخلقت السماوات والارض بالحق ووضعت لها نواميسها وقوانينها بالحق، فيجب ان تستقبل ممن خلقت لهم بالحق. إن استقبلوها بغير ذلك تبقى ايه؟ بيقول انها باطل، واحنا بنستقبلها بايه؟ بباطل. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولذلك يقال ان في بني اسرائيل، ما هو كلنا يعني بني اسرائيل عملوا اللي عملوه وبنبقى عاملين حملة عليهم، لا ننكر ان فيه بني اسرائيل كان الواحد منهم اذا عبد الله 30 سنة باخلاص علم بأن غمامة تظله حيث صار. ساعة ما يشوف واحد كده ماشي والغمامة تروح وتيجي وياه، تروح وتيجي، يبقى يعرف انه ايه؟ انه عبد ربنا بإخلاص ايه؟ فعبد واحد ربه 30 سنة ولم يرى السحابة تظلله، فشكى ذلك لأمه، فقالت له لعل فرطة فرطت منك، فقال لها يا أمه لا أذكر، قالت له لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تفكر.
فقال لعل ذلك حدث. قالت الذي يأتيك من ذاك. الله، اذا المسألة في التفكر. لا يعني ذلك يروي سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ في الليل استاك ثم نظر الى السماء ثم نظر الى السماء. اذا النظر الى السماء ده دي نظرة العلو، من الارض برضو هو من الخلق، من الارض هو من الايه من الخلق برضو، انما نظرة السماء الى الايه. ولذلك العربي اللي مستلقى على ظهره كده ونايم ام فتح عينيه كده بعد ما صحي يبص للسماء ام وجد اللون الازرق البديع، يوجد النجوم عماله تتلألأ فيها، فقال اشهد ان لك ربا وخالقا، اللهم اغفر لي، فغفر الله له. شاءت مع المنظر ده عجبه كده، قال اشهد ان لك ربا وخالقا، اللهم اغفر لي، وعرف كيف يدعو متى يدعو، اللهم اغفر لي. إذن ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روت كتب السيرة جاء ليلة ونام، وكانت ليلة عائشة رضوان الله عليها، قالت عائشة لعبد الله بن عمر فنام بجواري حتى مس جلدي جلدا، ثم قال يا عائشة هل تأذنين لي الليلة في عبادة ربي؟ الله، لأن هي حقها لم يسأل، هيقعد يضيقها عليها بقى في الله. هل تأذنين لي الليلة في عبادة ربي؟ فقالت له يا رسول الله أنا أحب قربك وأحب هواك، وما دام هواك في الحكاية دي إنما شوف الاحتياط الجميل ده علشان ما تقولش ده هي يعني. إذا صدر ذلك من السيدة عائشة أحب قربك، دي لها معنى كبير. يمكن بعض الناس يقول لك ده سيدنا رسول الله كان سنه كذا يتزوج البت الصغيرة دي، ده بتذهب فيه ومش بده يبين لك دايما إنها إيه؟ هي نفسها، عشان ما سنك إنها تكون يعني هو كبير أوي أوي كده وهي لسه إيه؟ لسه صغيرة. تقول يا رسول الله انا احب قربك ولكني احب هواك، قد اذنت لك. دي درس بيعطيه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم علشان نعلم كيف نعامل اهلنا، كيف نعامل اهلنا، حتى مش عايز ولا بالعبادة ولا بالعبادة حتى يستأذنني، لأن الله فرض عليها في العبادة غير المفروضة ألا تصنعها حتى تستأذبها. يعني أن صلت تطوعا أو صامت تطوعا لازم تستأذن جزء، فإن أذن لا أنت بها، وإن ما أذنش ما لهاش الناس. كذلك بيقول خيركم خيركم لأهل، لأنك أنت تريد أنك أنت تعرف فيها عن التطلعات البشرية، وهي لهذا جاءت. فلما تيجي تاخد وقتها بقى، وخصوصا اذا كانت لها ضرائر، يمكن لو ما كانش ليه تبقى يعني شوية مقبولة. ولذلك اهل الفتوى لما ذهبت امرأة فشكت الى عمر ان زوجها ما بيجيش لحيطها، فبعد ذلك كان معه صحابي فقال له افتهم، فقال له يا هذا سنفترض انك قد تزوجت اربعة، فلها كل بعد ثلاث ليالي تاخذ الليلة الرابعة، بعد ثلاث ليالي تاخذ الليلة الايه الرابعة. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن عائشة في عبادة ربه، دي معناها درس للأزواج انهم يحسنون معاملة الأهل حسنا لا يجعل للمرأة تطلعا،
خلينا ننظر هذه المسألة نقول نجد ناس مش بيستأذنون في العبادة بلا يستأذنون حتى في سهرات المعصية. وده اللي بيكسب البيوت ولا لا؟ هو ده اللي بيكسب البيوت. ان الزوج مشغول عن مين؟ عن الزوجة. ويروح يقعد قال ويا اصحابك القهوة يقعد يسهر وياهم مش عارف ايه. اقعد مع اهلك اقنسهم اشبع رغبتهم في انك انت تقعد ويا ولادك ويا اهلك كده قاعدة حتى تطمئن على انك هنا انت شغلت تانية يعني تستقر الامور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن من عائشة فتأذن له. قالت عائشة رضوان الله عليها فقام الى قربة فتوضأ ثم قام فبكى ثم قرأ فبكى ثم اثنى على الله وحمده فبكى حتى ابتلت الارض ثم جاء ابن ام مكتوم بلال فقال يا رسول الله صلاة الغداء يعني جد فرآه يبكي قال يا رسول الله اتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال افلا اكون عبدا شكورا يا بلال لقد نزل علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هي آخر سورة العمران فويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمل. أدي أواخر سورة إيه؟ اللي هي من أول إيه؟ إن في خلق السماء لأن فيها المنهج والاستدلال واستصحاب الحق سبحانه وتعالى في كل شيء قياما وقعودا وعلى ايه؟ وعلى الجنة. سبحانك فقنا عذاب النار. الله ده مطلوب الداخلين لله قياما ايه؟ وقعودا وعلى جنوبهم. قال لك لأننا هذا كله لا يوفي حق ربنا علينا. لا يوفي حق ربنا علينا فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار. شوف العظمة. مش عذبته مش آلمته ده انت اخذيته. شوف اكن الخزي ده مرتبة اشر من عذاب النار. الخزي مرتبة ليه؟ قال لك لانه كده ورادة. شوف بقى واحد عمل فيه جنوني بعدين بقى قعدت انت تعمل فيه كفران نعمة وقعدت تعمل فيه كذا وتعمل كذا وبعدين قبلته يبقى ايه الحساب؟ يبقى الخزي والعياذ بالله. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ان ينزعوا لهم من عذابك المهين او الاليم او العظيم. ما لهمش انصار يحكوا عنهم الحكاية دي. وما للظالمين من انصار. ربنا لما سمعنا مناديا ينادي للايمان. الله فكأن الانسان بعقله وفكره قبل ان يجيء له الرسول يجب ان يتنبه الى ما في الكون من ايات. حين يتنبه الى ما في الكون من ايات يستشرف ان وراء الكون قوة ولكن القوة مبهمة في ذهن. ايه هي؟ شوف الكون العجيب ده مش ممكن الكون ده يكون كده. لا ده وراء قوة لها حكمة ولها قدرة ولها هذا قصارى ما يصل اليه العقل. انما ايستطيع العقل ان يدرك ان القوة اسمها الله؟ ايستطيع ان يدرك العقل ماذا تطلب القوة منه؟ اذا لازم ايه؟ لازم رسول. يبقى ولذلك قلنا تلك هي الذلة التي وقف فيها الفلاسفة. لأن الفلاسفة اللي بحثوا وراء المادة. أنتم تعلمون أن في علم إيه؟ مادي بتاع معمل وتجربة وعلم ميتافيزيقا يعني وراء الإيه؟ وراء المادة. وده بقى متاهة الفلاسفة والمظلة.
التي لم تلتقي فيها مدرسة لمدرسة ولا تلميذ في مدرسة مع تلميذ آخر في مدرسة. ليه ما التقوش؟ لأن انت بتبحث وراء الايه؟ المادة. وان وراء المادة دي غيبي. وغيبي ما يدخلش المعمل. انما المادة بيدخل المعمل. والمعمل لما يجي ما بيجاملش. اللي بيدخل التجربة كده بنزاهة بيديله. بيدخل بغير نزاهة ما تديليش حاجة. لذلك احنا قلنا اذكره جيدا انك لا تجد في العلوم المادية فارقا بين علم سوفيتي شيوعي ولا علم ايه امريكاني. في الكيمياء دي والكيمياء دي، في الكهرباء هنا والكهرباء هنا، ليه لازم كلها واحد؟ ليه؟ لان دي اصلها بنت مين؟ بنت المعمل وبنت التجربه الماديه. ومن العجيب الذي لا يفتن له الخلق المغرورون في هؤلاء انك تجد العلم المادي ابن التجربه ابن المعمل ابن المادة السماء التي لا تجامل، يحاول كل معسكر ان يسرقه من غيره. مش ده اللي بيحصل؟ ويجيبوا جواسيس ويقعدوهم علشان يشوفوا دول بيعملوا الطيارات ازاي؟ دول بيعملوا الصواريخ ازاي؟ دول بيعملوا الله، بيتلصصوا علشان يعرفوا ايه؟ اللي هو العلم اللي هو العلم المادي. طب وفي علم الاهواء والنظريات بقى؟ كل واحد يعمل جدال عشان علم التاني ما يروحش له. في الاهواء حاجزين وفي العلم المادي الله عايزين ياخدوا. طب ما تاخدوا دي ودي، يقول لك لا ده بتاع الاهواء ده كل واحد بده يخدم ايه؟ هواه، وكل واحد له ايه؟ ولذلك في المذاهب النظريه، المذاهب الحكم، مذاهب الاجتماع، مذاهب مش عارف ايه، ده ما يجيبش المبدأ ده يدخله بلاده، وده ما يجيبش المبدأ الثاني يدخله ايه؟ كل واحد حريص عليه، لكن في العلم المادي عايزين ايه؟ يسرقوا من بعض. ليه؟ قال لك لأن ديك تبع الأهواء، إنما دي تبع الحقيقة المعملية التي لا تجامل. إذا فساعة الإنسان ما يجي فيها بعقله ويقول لك ده لازم وراء الكون ده قوة، ما يمكنش. العرب بفطرته قال لك الله، البعره تدل على البعير. شاف بعره كده قال دلت على ان بعير كان هنا. افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ مسألة ايه الحكايه بتاعتنا؟ مسألة مثلا بعرته تدل على البعير والقدم يدل على المسير، افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ دليل فطري ولا لا؟ هيدلك على ان فيه قوه، انما القوه دي اسمها ايه؟ ما نعرفش. يبقى اذا الاذن تستشرف الى من يدلها على اسم هذه القوه. فاذا جه واحد قال انا من ناحيه القوه ودايره منه، كان الاذن من الناس تعمل ايه بقى؟ تتهافت عليه لانه سيحل لها اللغز اللي شغلها. فهم قالوا احنا بمجرد ما سمعنا ان في رسول، ها انا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا. لكن كان ذهنهم مشغول بالعملية دي ولا لا؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. أول حاجة درء المفسدة. درء الإيه؟ المفسدة. ولأن الناس الكويسين يتهمون أنفسهم بالتقصير دائما. فقال اغفر لنا إيه؟ ذنب وكفر عنه. هنا بقى لما تشوف معطيات القرآن تجد الذنب شيء والسيئة شيء. دي غفر ودي تكفير. اغفر لنا ايه؟ وكفر عنا. يبقى فيه ذنب وفيه ايه؟ وفيه غفر وفيه ايه؟ تكفير. نشوف كده التكفير. انت لما تيجي تقول لك ايه من كفارة مثلا اليمين، حلفت يمين وطلع مش وحلفت فيه، يقول لك اعمل كفاره الايه؟ دي مقابل من ايه؟ لحلفك في اليمين. على الاول الاشياء التي تتعلق بالمعصيه بين العبد وربه هي الذنب،
والسيئة هي الأمر الذي يخالف منهج الله مع عباد الله، لأنك حين فعلت المعصية في أمر بينك وبين الله لم تسئ الله. انت فين عكسي ربنا؟ انت ايه؟ انا بس انت أزمت ذنبي انا حيجي بعد عقوبة، انما مع العبيد بتبقى ايه؟ سيئة، لأنك أسأت، لأنك ايه؟ فقالوا يا رب اغفر لنا ايه؟ ذنوبنا. وقال شوف بقى الدقة، دقة الأنوين الأداء في الأسلوب، اغفر لنا ذنوبنا. من الذي هداهم لهذا؟ ايه؟ ايه اللي خلاهم يعرفوا أن الذنب سيئة ويقول لك دي غفران ودي تكفير؟ ده تكفير دي معناها مقابل حياتي. في ايه؟ مقابل حياتي. ولذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فأخذته سنة ثم استيقظ فضحك، قال له سيدنا عمر ما أضحكك يا رسول الله؟ إيه اللي ضحكك؟ قال رجل من رجلان من أمتي وقفا بين يدي الحق، ده اللي شافه بقى، فقال أحدهما يا ربي خذ لي حقي من هذا، فقال لم يعد عنده شيء حسنة، مليش حسنة عشان اخذ لك منها، فقال فاطرح عليه من سيئاتي، ام اني ابشرك ان ليست، خلاص. ثم نظر فوجد قصورا واشياء تبهر العقل، فقال لمن هذه يا ربي؟ فقال لمن يدفع الثمن؟ قال لما ثمنك؟ قال ان تأخذ بيد صاحبك الى الجنة. قال رسول الله فعجبت من ربي يصلح بين مؤمنين من امتي. وهو اللي تحمل، ادي معنى التكفير بقى، التكفير يعني هو يعني. ولذلك تقول في الدعاء كما علمنا اللهم ما كان لك منها فاغفره لي، اغفره لي، وما كان لي ايه؟ تحمله عني، يعني انت رضيهم من عندك بقى، اهو هو بيرضيهم من عندك. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الايه؟ استمعنا هذا الختام، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، على لسان ايه؟ رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، انك لا تخلف الميعاد. اسمعوا الى بقى، فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. شوف بقى اللفتة الجميلة اللي في الاستجابة. طب هم كانوا ايه؟ يذكرون الله قياما وايه؟ ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ويعني ربنا انك من تدخل النار فقد اغزيته، ويعني ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. كل ذلك حينما قال الحق فاستجاب لهم ربهم. ما قالوش انا جاوبتكم كل حاجه، اني لا اضيع عمل عامل منكم. فجاء بالعمل هنا. كل بكره كلام. كل الحكايه ايه؟ كلام. اما لازم المساله تدخل في حيز النزوع العملي. يبقى الايمان مش بالتمني بقى. فاستجاب لهم ربهم. هل قال اجوزتهم على اللي عايزوه؟ قال لهم انا والله مش هضيع عمل عامل، فاللي عايز استجيب له بقى ايه؟ استمر ويعمل بقى. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع، يعني الفكر فيه ما اغنهمش عن ايه؟ عن العمل، لانه يريد الفكر فيه وانت تعمل في اسبابه. يعني اسبابه ما تشغلكش عنه، انما اسبابه تنعمل ولا لا؟ اسبابهم. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض.
فالذين هاجروا، الذي هاجر من بلاده من وطنه من اهله من امواله من احبابه، هذا عمل، عمل اسمه عملية النزع لديني، يعني نزعت من الحتة اللي ايه وبعدين وديته الى مكان إيه؟ جديد عليه. يبقى دي كفاح ايمان ولا مش كفاح ايمان؟ فالذين هاجروا طيب واخرجوا من ديارهم، هاجروا يبقى معناها انهم هم يعني اللي ايه خرجوا، واللي اخرج اخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله بدون العملية اللي الاسوة الايمانية بتكون فيه، لان هو الانسان بينشغل بايه؟ بينشغل بماله، بينشغل باهله، بينشغل بوطنه، بينشغل باستبقاء الحياة، كل دي ضحية في سبيلها، ضحية بها في سبيل الثبات على كلمة الله اولا واعلاء كلمة الله ونشرها ثانيا. يبقى مش بس اكتفى بنفسه بل جاهد في سبيل الله لتنتقل الحلاوة وتبقى الى غيره. يبقى احب غير ما احب لنفسه ولا لا؟ يبقى كل العملية دي نخرج منها على ان الفكرة وحده. واحد يقول لك انا ايماني كويس وانا قلب صافي بالنسبة مش عارف ايه وانا ايه وانا ايه، يبقى يعني المسائل الشكلية دي ما تاخدنيش منها. يقول لك لا يا اخوي، ربنا مش في حاجة ليدي، انما في حاجة لان تعمل الكون، تعمر الكون ده حركتك، فتحرك وادرك الحركة ان ترسخ منهج الله في الارض، لانك ان رسخت منهج الله في الارض ادمت للوجود جماله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ما دام دول اخرجوا من ديارهم واوذوا وقاتلوا وقتلوا وبتاع بيجي للمقابل. اذا سمعت كلمه تقلب وتقلب في البلاد فاعلم ان التقلب يحتاج لقدرة على الحركة. القدرة على الحركة قد تكون في مكانك وبلادك، فإذا اتسعت قدرتك على الحركة اتنقلت لإيه؟ لبلد ثاني. ولذلك يقول لك فلان نشاطه إيه؟ نشاطه واسع. واسع يعني إيه؟ يعني البيئة اللي عايش فيها مش على قدر قدرته. قدرته أكثر من إيه؟ يوم يطلع يوصل. وده اللي كان بيحصل. كنا برضه كفار قريش كانوا بيروحوا البلاد ويروحوا الشام ويروحوا الايه؟ ويروحوا اليمن ويعملوا الرحلات بتاعتهم. قال لك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. التقلب ده قلنا بينشأ منه ايه؟ عن ايه؟ قدرة وعن حركة وعن اتساع مين؟ طموح. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان زخارف الحياة قد تأتي لمقابل المؤمنين. قال لك لكن كل زخرف لا بد ان يكون مرسوما بعمره في الوجود. مهما اخذوا زينة الحياة وغروره، مش قال ايه متاع الغرور تنتهي ولا ما تنتهيش؟ يبقى اللي بده يصعد النعمة وبيصعد النفس يعملوا الى ايه؟ الى حياة لا تنتهي. يبقى هم خدوا الايه؟ العاجلة. ومنتهية ولا مش منتهية؟ لكن دول خدوا الاجلة. منتهية ولا مش منتهية؟ ولذلك انا جاي لما قارن حين قارنا بين طالب الدنيا وطالب الاخره، قلنا الصفقه لازم نناقشها من ثلاث جهات. الجهه الاولى ان الدنيا لا تقس عمرها بالنسبه لذاتها،
ولكن قس عمرها بالنسبة لعمرك، لأن الدنيا عند كل أحد عمرها هي مدة بقائه فيها، وإلا فهب أن الدنيا دامت لغيري فضلوا مالي ومالها بقى. يبقى إذا الدنيا عمرها إيه؟ بالنسبة لي بقائت فيها تلك عمر الدنيا. اوعى تقارنها وتقول ده هتقعد ملايين السنين، لأنها هتقعد ملايين السنين لملايين الخلق، مش كده؟ انت عمر الدنيا بالنسبة لك ايه؟ عمرك انت فيه، وعمرك محدود، وعمرك ده على فرض انك عشت لمتوسط الاعمار، ما بالك وعمرك فيها مضمون؟ لان انت بتشوف الموت بيجي على لا بسن ولا بعمر ولا بسبب ولا بزمان، يبقى اذا عمرك فيها مظلوم ولا لا؟ ده على فرض انك ستأخذ متوسط الاعمار فهو منتهي، ولكنك لا تضمن متوسط الاعمار، يبقى انت فيه ابي حتى رأيك عمر الاخرة فيه متوقن ولا مظلوم؟ متوقن. ادي واحد. يبقى اذا الدنيا عمرك فيها مظلوم والآخرة عمرك فيها متوقع، الدنيا محدودة وفي الآخرة خلود، خلاص كده؟ وفي الآخرة بقاؤك في الدنيا مليك بقدرتك على تصور النعمة وإمكانياتها، إذا فنعيمك فيها على قدر إمكانياتك وتصوراتك في النعيم، مش كده؟ ولكن نعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك وتصورات ربك في النعيم. يبقى لما تقارنها كصفقة يبقى انهيه بقى، يبقى ده متاع الغرور، ولذلك ايه؟ مش لم يأتي الله لها باسم أقل من اسم الدنيا، في اسم أقبح من كده؟ مفيش اسم أقبح من كده. الله. إذن فالذين يغترون بما ينالهم خارجون عن منهج الله من تقلبهم في البلاد بايع كل، بايع كل. وإحنا يجب أن تقارن بقى إيه؟ التقلب في البلاد والخير اللي يجيب لهم بما أعد لك في الآخرة. ساعة ما تقارن المقارنة دي تبقى المقارنة إيه؟ سليمة. ولذلك ايه؟ هاي غرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. شوف كلمة وبئس المهاد دي، المهد هو المكان الذي ينام فيه الايه؟ الطفل. ويبقى معنى ذلك انهم في الاخرة مقلب فيهم ده احنا عايزين، لان الله لا قدرة لهم ولا اي شيء. ده لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم المقابل بقى، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. كلمة نزل يعني ايه؟ النزل يعني الفندق، المكان اللي أعد لنزول الضيف يسموه ايه؟ نزل. شوف بقى النزل لما بتعملوا قدرات، يعني انت لما تروح مثلا لوكاندا زي لوكاندا اللي بيسموها سيدنا الحسين، ولا بعدين تروح المريجن، ولا تروح مش عارف ايه، تلاقي على حسب الايه؟ اللي بيعد. ولذلك احنا مره واحنا في سان فرانسيسكو دخلنا كل الطلاق لقينا حاجه ايه؟ شيء يخيف. فكان معي زملائي واخواني فقالوا شوف العظمه دي. انت انا قلت كده هذا ما اعد البشر من بشر، فكيف بما اعده الله للمؤمنين؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ هذا ما اعد البشر الايه؟ للبشر، فكيف ما اعده الله لمين؟
هذا النزل صحيح هذا الوصول نعم نزل من عند الله وما عند الله ايه خير من ايه من ابرار هنا بقى لا يغرنك تقلبه قال لك وهم بيتقلبوا كده ما مالوش اننا ناخدهم ان هم ايه في تقلبهم ولذلك هتيجي ايه قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته يبقى بيتقلب كده وبيتمزح وبعدين يقول ايه الله مره يجي العذاب بغته ومره يجي جهره قال لك اللي يجي بغته دي علشان يبقى الانسان متوقع له في اي لحظه واللي يجي جهره دي علشان يبتدي يرعبه ويخيفه قبل ما يقع ولذلك يكتب ايه بغته ايه او جهره يعني فيه صورتين ايه صورتين اثنين ولذلك شوف الحق سبحانه وتعالى لما كنا بنفسر في قول مثلا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون وهم ايه ينظرون ليه لان لما تيجي الموتى كده يمكن ما يضافي بقى بحاجه لا وهم ينظرون دي قال ايه هي اللحظه اللي بت ايه اللي بيجي فيها الايه الفزع نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار هنا يعني سوى علينا ونحن نتكلم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال بعض العلماء ان ايه الصلاه اللي ما يقدرش يصلي قائم يصلي ايه قاعد واللي ما يقدرش يصلي قاعد يصلي ايه متجع علشان نقول له والله انت حددتها يعني خففتها حيث المقام للتعميم ليه قال لك لان القران ما يتعارضش مع بعضه وبيفسر بعضه فقول الحق سبحانه وتعالى عند صلاة الخوف واذا كنت فيهم ايه فاقمت فلتقم طائفة منهم ايه وليأخذوا اسلحتهم وبعد ذلك يوم تأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا ايه معك وبعدين قال لك فاذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يبقى اذا المسألة مش هنا الصلاة ده علشان المؤمن ما يفتكرش ان ربنا خد الخمس اوقات دول هم بس اللي ايه اللي يذكر ربنا فيهم لا ده ذكر الله ودليل انه قال قل الله قياما وقعودا على جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة يبقى حصل صلاة الاول وحصل صلاة الثاني والذكر ده ايه علشان نعرف ان ذكر الله دائما ايه يعني متصل بالبال مش بس الصلاة لا نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الحق سبحانه وتعالى يؤرخ الإيمان تأريخا سابقا أليما ليس معنى أن القرآن تحامل على أهل الكتاب لأنهم عاندوا رسول الله وواجهوا دعوته وصنعوا معه كل ما يمكن أن يحبط الدعوة قال لك لا ده في من أهل الكتاب من يؤمن بالله هذا اسمه زي ما قلنا صيانة الاحتمال صيانة لأن ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى هم من أهل الكتاب كذا وكذا وكذا ساعة ما ينزل هذا الكلام
برضو يمكن يكون ناس من اهل الكتاب مشغولون بتصديق الرسول وقاعدين بيعرضوا قضية الايمان بيه على نفسهم. فاذا ما كانوا كذلك وتظل الحمل على اهل الكتاب، ماذا يقول الذين يفكرون في امر الايمان بمحمد؟ يقولوا ايه؟ يقولوا ده من ايه؟ مش منور او طب احنا عمالي معنا زيهم، ده احنا بنفكر في المسألة وندبر مسألة الايمان دي. فاذا ما سمعوا ان الله يقول في حقهم كذا، يقول دي مسألة بيني وبين نفسي نفسي، فمن الذي اطلع محمدا عليها من اهل الكتاب اللي يؤمن بكذا؟ يبقى ده دليل على ان ما بينطقش عن الايه؟ وان الله يعلمه بما في نفوسنا مما لم يبرز الى حيز الوجود. وما دام بيخبره بما لم يبرز الى حيز الوجود يبقى صادق ولا غير صادق؟ والا فمن الذي اعلمه بال؟ لان دي ان كانت الايات قيلت بعد ان امنوا يبقى ملهاش ايه؟ يبقى لازم دي تبشير بان كثيرا من اهل الكتاب يفكرون في امر صدق رسول الله في البلاغ عن الله، وهم بسبب ان يؤمنوا بسبب تقول الله ذلك يجعل العملية الايمانية في نفوسهم مصدقة. ليه؟ لانهم يقولون هذا امر في نفوسنا ولم يبرز بعد الى حيز الوجود، وما دام لم يبرز بعد الى حيز الوجود فالرسول الذي يقول ذلك يبقى مبلغ عن اله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. والى لقاء اخر.